بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك بما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم. أحبائي في الله، أيها الأحبة، أيها الإخوة والأخوات، ومركلة يا برنامج كيني أن كل تلي تلو مقادن ترى واتي الله سبحانه وتعالى ولا يروح كسر درستان أبو درحة ون أتيم ولا تكام أبو درحة و A P U D A L X X ray A alpha number one at gmail.com مالك سو سنتي ساعة دمر كي تاي 2 p.m. central أما ب 8 p.m. UK 9 يوروب تكره 11 مكة المكرمة أيوة على بنا جب حضارة مركي سن 114 مركز سود وهذا ولا الله كرنا إن شاء الله تعالى وصدر تكس مسج وصوتي إن شاء الله سي اوغه فايديستان برنامج كان قيمها بدن ايا كولا تليه ترى مقادن مانتا waxay la daadihinaya saaxiibkay Axmed ida waqaa isagu jooga booraha dhaadheer ee Salt Lake City Utah iyo aniga oo Fuzana Ohio sheekhina Copenhagen jooga xagga farsamada maanta waxay noo fadhiya engineer Muxtar waxaan u yeeraya fadiilatu sheekh Maxamuud sheekh Hassan Abu Dalha oo inooga hormarin doona kelimadii aad ka qiimaha badnayd sheekhuna al-Fadil falyatafaddal mashkuran ma'jura بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ما بعد أحبائي في الله أدبر وفر أحسنها الله سبحانه وتعالى نعم كي سبضا إن لغا الشكر نقم إن لغا الشكر نقم ونوسع العلين أيوه نغا عافمات قبلنا نغا إسلام ماذا كسوغا بعد فضل الله تبارك وتعالى إلى المربضاً اسكسوا الله بالنوه إلهي ما نقول شكرينا سبحانه وتعالى وأنا النعم كإلهي إن لعلي يمضاً وأنا كلمة ذي نعاوة أن شعلها إينا إذن لو ذاقوه كانوا هرمر النوه برنامج كينا نقيمها بضاً وأن كنت لنا تلم قاضاً وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها نعم كإلهي هدي آدم عدان إنا في لسان ما أتكوبتان ولا ليلمكو بكرو نعم كالله ونوض علينا آد إيا آد بيؤفر بديهين نعم كاوحا كمدو عجائبة إلهي سبحانه وتعالى هدي أي عافماتك وقيب كمدو ومدء كقاضو قفك أستقي عافماتك لقا قاضي هدي أصبرو ومن نعمه الله أكبر وما عافمات دراء يا نعمة ها إن عافمات كاقا لغا قريبا نعمة وحنون بندريم يا والول بندريم يا والبهار بندريم يا إن النولاد والعافمات قبو أدون كان أدين عكي عن دون يا شيخ حاجين نعمة كجرتا إلا دقيسو نعمة ماشا أي كجرتو waxa weeye ka waran hadii baa lagu tala galay inaad jannada aad waxaad ku gelaysaa xanuunka uu yahay waxa ilaahay subxaana wa taala oo ma jannada kugu gelin doono ka waran hadii xanuunkan iyo caafimaad daradan ku haysata haday tahay ka waran qalbigaagana la geliyo sabar qalbigaagana la geliyo dulqaad قلبي يا جرى أبي الله يودي سبحانه وتعالى أري والبر إلهي أبوك رسولاته لكن نتيجة الله هو أي تاي جنو أشو حيتهاي ميوسا حنونك النعمة هاي المركة حنونك والنعمة محايا لي إبليس بن حنوسنين أهل النار بن حنوسنين حنونك والنعمة لا مدن إذا إلهي أوغى الشكرينو هدي أي نقوي ماذا حنونك أما امتحانك أو نقوي ماذا نعم ك
كبير كبير لغا جبين اياه ونعمه ويا الدون نمذي اياد الهي اعلن ايسا على الدون كواهي قفك اجي كبير كبدنا مركا لغو قبتو الليلة هي متغنى خلاص حتى قال هذا قورت الله امتحامه الهي بعبادته الهي بي اخالي الشيران فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله بريض الهي بي قوري اغنيان وفائده ان الهي لحسوسيه سبحانه وتعالى اذا نعمك الهي انا يميزانك انصارين معها المكان انتبه نعمه الله اكبر وما المهجي تقال بلو دارورك كوة دي اي ان والله اي حنوك الله سوى مري اي فوش الله مري لأوكي هاي ورما المهني قد انتي قارت اكون راح يسن لها قارت انها اي اكون راح يسن لها ميا نعمة مقرأي انا تنخابك افغاية برنامج نعم سلام كل غرجا نعم كورا أذوق يا مضى إلهي أكتيس سبحانه وتعالى وجنة ما أليك بلغو وكوشة في عقادة يا إلمها يكورا أذوق كوشة في عقادة يكورا الله أكبر فعجيب ما إلمي ما كوشة في عقادة يا مالين تقيام ولذلك ما نبي قيله صلى الله عليه وسلم وحيري ما تعدون الرقوب فيكم قفك قبل أن كان محضو تقانان قبل أن كان وحبه سني محضو تقانان مركاسي وحده وقفك الحورة بدل لهين مركاسي لميا وقف مال انت قيامة إيمان دونه ها أصيغن الماء السقير يا الله أو الماء إنه إيه سقيره ميابا نعمة نعم الدنيا لها دكون نور الله مجر ريسي وحكودا بين لها لا إله إلا الله واقع أنه أنشوننا وان أرقنا يا ديكر يا ما أنت وحا أقوب بذن ديكر كلا قاعد هذا الصوح عرور تقار خوزما وحا أقوب بذن إيه والد بذن أي عافيمات كودو كوهين صوح عرور قالوا عطيقنا يوان بها سيما قال لما إيا الله قبق يا حبان ها كورا إلمه أو كوسا خيري أيان نعمة وإلى الله أقول شكر له سبحانه وتعالى إنا لله وإنا إليه راجعون إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مصر نعم كإلهي وإبنائهم هدي الله وحمت ونعمة الله أما إلا يحمتبى نعمة إلا يحمتبى نعمة أو إلا يعايم يا نعمة دفكم ما ولا قرتان مركي ما أنت وحلا ياشيغا والعروريسا والحراقيسا والضرريسا والددريسا ما أنيغو هبلة ما أنيغو إلي هبلة ما أنيغو جلي يقانو يا لكن حدانو قران لهين إلا يبا النعمة هيكور إما أنت خبر وكو يبادو أولا قوي لهدو هبل با وحكا شيئي هبلايا وحكا شيئي ويكو عايي سي كورن dadkii hore saasay u arkeen inay tahay hadiye Allah u soo diray markaas intay hadiye soo gale ayaa cid ayday ama xalatay inay u geeyeen markaas waxay ku yiri ahadu salaf shukran shukran ila durubteeda qayb iga qaaday nicma weyn baad ii gashay min baabi man lam yashkur an-nas la yashkur Allah hadaa waxa ku mahadcelinayay hadiyada adiga iska leh ni khatiiba يا أصلا خطبة أخرى وحكيري أنوغو حتى العيد حمل يهوية بمن حمل لها مركز عددك أرنم باسوا إيغي فلو نكم حشيغي مركز ومركو أركي عددك إلي كل أي خطيب كثيريين أي وحيري لأن أنا الصلاة بيضا أنا الصوم كيغا زكا بيضا إلى عبادات كيغا أرنم إيا قرآن أغرس كيغا أرنم إنا يقف هديئو أرحمته أصيغي ما قيم قادنا يسوماها إذا هذا العبء الأجل كيف قيم أقول له هذا هو يلي من أقول لها سأي جنع وقشو وما إلا وحمتا نعمة وما إلا وحلقاش إلا نعمة
dadku ma garanayaan. Walidaalikaba maalinta qiyaamo nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam atadruuna man ilmuflis, qofka caydha madow ama taqaanaan. Waxay dhaheen waa man laa dirhama lahu walaa mataaca, maya buu yidhi waa qof qiyaamo imaan doona, salaad badanna la imaan doona, soom badanna la imaan doona, wahaakada. Kadib baa waxaa imaan doona miduu caayay, miduu dilay, miduu xoolihiisa xaqdarro ku cunay, markaasaa mid walba laga siinayaa ajirkiisii baa laga siin hayaa. Markaasaa weliba dadkii oo weli fayl ku jira ayaa dembiyadoodii ajirkoodii in dhan oo dembi ah intii laga soo qaadoo dusha laga saari, markaasuu alla wuxuu dhihi doonaa malaa'igay weji weji iyo af af u jiido oo naarta ku tuura. Awe salaadii, awe soonkii, dad bay hadiye oga dhigtay, dad bay nicmo u noqotay, dad bay nicmo u noqotay inaad xabatay oo janno ku galay nabigeena calayhi salaatu wasalaam. Qisadii ifkiga iyo been abuurka hooyadeen caaisho iyo nabi maxamed loo geystay iyo ummadda nabiga calayhi salaatu wasalaam ee qur-aanku tilmaamay suuratu nuur ee axaadiista dhaadheer ee saxiixa ku yaalla ay noo tilmaameen qisadaa markay gebagabowday, qisadaa xanuun badan bay lahayd. Qisatu lifki baa la yidhaahdaa, qisadii been abuurka hooyadeen caaisha la yidhaahdaa. Dowladdii islaamkao dhan baa gilgilatay, nebi maxamed sallallahu calayhi wasalam ayay arrintaasi adag u taabatay. Waxay taabatay saxaabadii inuu nabigu minbar fuulo oo khudbo akhriyay ayay gaadhay hooyadeen caaisho, ayay in fara badan ilintu maxaa la yidhaahdaa ay ka qubanaysay hooyadeen caaisha radiallahu tacaala canha. Wahaakada ayaa arrintaa waxay gaadhay abuubakar, waxay gaadhay saxaabada oo dhan. Qisadii noocaa ahayd allah subxaanahu wa tacaala wuxuu ku gebagabeeyey oo lagu khatimay mataqaanaan ama dhexdeeda ku yimid waxaad u malaynaysaan laa taxsabuuhu sharan lakum, ha u malaynina qisadan intaa dhacday ee dhibaatada intaa dhan geysatay war muuqaalkeeda guud unbaa shar ahe, war khayr badan baa idinku jira. Laa taxsabuuhu sharan lakum bal huwa khayru lakum, khayr bay idiin tahay. Oo ma aflagaado hooyadeen caaisho loo geystay oo dowladdii islaamka lagu gilgilay oo xaaskii nabiga la yidhi xumaan bay samaysay, yuu alla wuxuu leeyahay khayr bay idiin tahay. Barka warrab oo nicmo inaad ku shukridaana oo waa maxay, ma ahay hooyada in la cayina nicmo tahay. Laakiin qisadu inay dhacday oo dadka la kala saaray oo mu'min iyo munaafiq loo kala baxay oo qur-aan ku soo degay ilaa qiyaami saaca la akhrinayo oo inay nimo shiica la yidhahdo imaan doonaan oo lagu aafayn doono arrinta oo hooyadeen aflagaadayn doona ilaa qiyaami saaca, qur-aankuna uu hooyadeen caaisho uu sii bari yeelay, war arrintaasi ogaada waa nicmo. qur-aan la akhrinayo soo nicmo ma ah, oo lagu cibaadaysanayo soo nicmo ma ah, sababkaasayna ku timid waa nicma. Wixii aflagaadada geystayna dhammaade, waktigooduna dhammaade. xataa cabdullaahi bin ubay ibnu saluul oo arrintaa ka dambeeyey magiciisa lama sheegin. waladii tawallaa kibrahu ihaanatan lahu, arrinkaa ninkii soo maleegay alla wuxuu yidhi lahum cadaabun aliim, asaga iyo kooxdiisa oo dhan. axibaa'i fillah, waxaa laga yaabaa wa in tacudduu nicmat allah inaad in badan culimmada ka dhegaysan jirteen, caafimaad iyo wax la cuno iyo wax la cabo iyo inay amniga iyo, laakiin wa in tacudduu nicmat allah caawa arrin kalaan ka fiirinay, dariishad kalaan ka soo gallay, zaawiye kalaan ka egnay. oo waa maxay cajiib, xanuunkii aad xanuunsanay baa yaa nicmo ah oo jannad ku gelaysaa baanu nidhi. maba fiirso caydii lagu caynayay iyo aflagaadadii iyo xantii ayaa nicmo ah oo dembigaaga ayaa cid kale dusha laga saari doonaa adiguna jannad ku geli doontaa. balka warrab qisooyinka intaa dhan ama macaanida intaa dhan waa macaani runtii in lagu tadaburo mudan. qur-aankana ilaahi wuxuu yidhi afalaa yatadabbaruuna alqur'aan am calaa quluubin aqfaaluha. nabigeenana calayhi salaatu wasalaam aayaddu macnaheedu waxaa weeye war qur-aanka miyayna hoos u gelaynin mise quluubtooda
قف لا يا كوتشة شباب. ولذلك ما كو ختمي نبي صلى الله عليه وآله وسلم وعيري ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب. قف مسلمة ما أصيبه حنون دال هم مرغ ولول دب حتى قدحنا مدين قدحنا كلاء وسلسوا بحين أيو حنون كذا هدو قارو إلا هدو قارو ذنوب كيسا الله قل نعمة ماها حنوك نعمة ماها والبهارك نعمة ماها شرد نعمة ماها إنما أشكو بثي وكي نبي يعقوب لها مركو الصبرينة وكي ويكيسي نبي يوسف إيا بن يامين لابد بلوسع اليل صبر إيا الدلقات مدى أباها الله ومدى أسأل الله تبارك وتعالى عافما بينو نسي عافية عافما هدي امتحان نوي ما دنا هو كنقو ليستو جنة كنقرة هذه ذات إيو برواق ذات إيو نعمة أقبرنا إلهي إنو نقدقو إنه ولي ذلك والقادر عليه وقتك إنت كادي وحنكو ريتنا يا ميقة ولا لها قيمة بدن شرفت بدن إلهي لأكبر إيو أولاد دوذا إيو حاسس كوذا إيو علمي كوذا إيو عقلي كوذا إيو عمري كوذا إلهي إنو أغو بركة إيو عبادنا يوسو قمتدين إني دكرة قارسيان أيقنا أي كفة إذيستان كسر دوانا ولا ليا الأحباء في الله برنامج كيني وانكرت لنه سلام قابا وبارك الله فيكم. ما شاء الله جزاك الله خير وأحسن الله إليك وغفر الله ذنبك شيخنا الفاضل الله سبحانه وتعالى حق بركة صبرك يطلقاتك يدينتنا يقصتك